إن شاء الله هنستكمل مع بعض الموضوع اللي بدأناه قبل كده، والمرة دي هنتكلم إن شاء الله على الريومتر. أول حاجة اتكلمنا عليها كانت المد دنسي، وقلنا إن هي أهم خاصية من خصائص سائل الحفر، أو زي ما احنا بنقول ببساطة كده الطفلة، وإزاي بنعمل لها مونيترينج أثناء الحفر عن طريق المد بالانس. بعد المد ويت بتيجي الفيسكاستي كتاني أهم بارامتر، وده اللي اتكلمنا عنه في الجزء الثاني، وقلنا إن على مدار اليوم بيتم قياس سريع للفيسكاستي عن طريق ما يعرف باسم المارش بانل، ودي ما بتخشش في اي ريولوجيكال موديلنج او اي هيدروليك كالكوليشنز، ولكن الفيسكاستي بارامترز اللي بتخش في عمليه الريولوجيكال موديلنج والهيدروليك كالكوليشنز هي اللي بتستنتج من الشيرينج للطفلة وقياس التغير في الشير ستريس مع الشير ريت، وهي دي مجموعة البارامترز اللي بتعرف على بعضها كده باسم الريولوجيكال بارامترز، وبيتم قياسها عن طريق المالتي سبيد فيسكومترز أو ريومترز. وعلى الرغم من ان الريولوجيكال بارامترز بتحتوي على بارامترز كتيره في الوقت الحالي، ولكن دايما بلاحظ في المد ريبورت التركيز على ثلاثه منهم اللي هم البي في والواي بي والجل. الحقيقه الكلام ده راجع لاسباب تاريخيه، لما كان الموديل السائد هو البنجم بلاستيك موديل، وده بيعتمد على اثنين بارامترز بس لوصف سلوك الطفلة أثناء الحركة. ولأن البارامترز دي عشان نحسبها فلازم الأول نعمل شيرينج لعينة من الطفلة عند شير ريتس مختلفة باستخدام الريومتر، فاحنا هنتكلم الأول عن الريومتر وعن طريقة الحصول على القرايات دي، وبعد كده إن شاء الله نتكلم عن استخدام الريومترز. بصفة عامة لها أشكال متعددة، الفكرة الأساسية إن عينة من الطفلة بيحصل لها شيرينج ما بين سطحين، واحد ثابت والتاني متحرك. في مجال البترول النوع الأكثر شيوعا هو النوع اللي بيتكون من اسطوانتين متحدي المركز، الخارجية هي اللي بتدور والداخلية هي الثابتة، ودي اللي بيقع عليها التورك. النوع ده من الفيسكومترز اللي بيتكون من اسطوانتين، الخارجية هي المتحركة والداخلية هي الثابتة، بيعرف باسم الكوتي تايب فيسكومترز، نسبة إلى العالم كوتي اللي قدم الموديل الأولاني منه سنة 1890. العينة اللي هيتعمل لها تيست بتبقى موجودة في الفراغ ما بين الباب الداخلية الثابتة اللي متعلقة سبرينج وما بين السليف الخارجي اللي هو بيدور. نتيجة الدوران بتاع السليف الخارجي بيحصل دراج للعينة، الدراج ده بيسبب تورك على الباب الداخلية، وهو ده اللي بيمكن قياسه. قيمة التورك اللي وقع على الباب الداخلية نتيجة دوران السليف الخارجي بسرعة معينة بتقاس، ومنها بيتم حساب الشير ستريس حسب المعادلة اللي قدام. أما الأنجلر فيلوستي اللي بيدور بيها السليف الخارجي بستخدمها في حساب الشير ريت تبعا للمعادلة اللي قدامنا. ودلوقتي بقى في عندي قيمتين فيزيائيتين، القيمة الأولانية اللي هي سرعة دوران
الروتور او السليف الخارجي ار بي ام، ودي اقدر احولها لشير ريت. والقيمة الثانية هي التورك اللي واقع على الباب الداخلية، ودي اقدر احولها الى شير ستريس. وبالنسبة للدريلنج فلويد اللي هي بتصنف كنون نيوتونيان فلويد، الفيسكاستي اللي انا بسجلها نتيجة الشير ستريس والشير ريت هي ما تعرف باسم الابارنت او الافكتيف فيسكاستي، ولازم اذكر الشير ريت اللي انا عينت عنده القيمة دي. بناء على التصميم الاول اللي قدمه كوتيه سنة 1890 للكو اكزيال فيسكوميترز، سافين وروبر سنة 54 بسطوا المعادلات واختاروا الابعاد بتاعة مكونات الجهاز بدقة، وقدموا النموذج الاول للاجيال الحديثة من الكو اكزيال فيسكوميتر. موضوع الاختيار الدقيق للابعاد ده في غاية الاهمية، لان زي ما هنشوف في المعادلات اللي بعد كده ان هو الاساس اللي بسط العمليه وخلانا نقدر ناخد الاريات مباشره من الداير ريدنج، وعشان كده سميت المجموعه دي باسم الدايركت ريدنج ريومتر. وبناء عليه تم تجميع كل الثوابت الخاصه بالابعاد وبالوحدات في ثلاث ثوابت. الثابت الاول والثاني خاصين بالتورشنال سبرينج وتحويل الدايل ريدنج نتيجه الباب ديفليكشن الى شير ستريس، والثابت الثالث خاص بتحويل سرعه السليف الخارجي الى شير ريت، واصبح حساب الفيسكوستي في غايه السهوله من سرائط الضيل والار بي ام اللي بيدور بيها الروتور من خلال المعادلتين اللي قدامي رقم 5 ورقم 6. بل اكتر من كده، ان الثلاث ثوابت دول ممكن يتجمعوا في ثابت واحد خاص بالجهاز ككل، واللي عن طريقه اقدر احسب الفيسكاستي مباشره من الضيل ريدنج من المعادله رقم 7. وفي حالة ما إذا كان الفلويد اللي أنا بستخدمه نيوتونيان أو عاوز أحسب الأبارنت فيسكاستي عند شير ريت معين، موضوع الثوابت دي خلاني أقدر أحسب الفيسكاستي مباشرة من المعادلة رقم 8. وأكتر من كده كمان، الداير ريدنج عند الـ RBM 300 هي بتمثل الأبارنت فيسكاستي للفلويد ده زي ما في المعادلة رقم 8. وبناء على الكلام اللي فات ده، وخصوصا التبسيط بتاع سافينز وروبر، شركة فان تزعمت موضوع تصنيع الريومترز، وظهر الجيل الأولاني من الريومترز اللي هو كان ليه كرانك وبيدور بالإيد، وكان عبارة عن سرعتين بس، وكان الهدف منه هو حساب البي في والواي بي مباشرة من القرايتين دول. تلا الموضوع ده الريومترز اللي بتدور بالكهرباء ومتعددة السرعات، ودلوقتي حاليا في الست سرعات والـ 12 سرعة، وحاليا موجود في السوق اللي هو الفولي كمبيوترايزد ريومترز اللي هو الريو في اي دي ار، وده بتحط له العينة وبتطلب منه يعمل التست، بيعمل كل الخطوات ويطلع لك النتائج مطبوعة كمان. لكن الموديل الأكثر شيوعا على البراريم هو الموديل اللي قدامنا ده، اللي هو بيدور بموتور كهربائي وهو ليه 6 سرعات، وده ما يعرف باسم الفان ريومتر موديل 35. وبما ان الموديل 35 ده هو الاكثر شيوعا على البراريم، فانا جمعت في السلايد اللي قدامنا دي مجموعه الابعاد والثوابت الخاصه
بالموديل ده. وده حساب للشير ريت والشير ستريس والفيسكاستي لمجموعه القرايات اللي موجوده في السامبل ريبورت اللي قدام. وهنا وقعنا العلاقه ما بين الشير ريت والشير ستريس للقرايات اللي احنا خدناها، وقعناها مرتين. المره الاولانيه وقعناها بالشير ريت والشير ستريس يونتس، والمره الثانيه وقعناها بالروتور ار بي ام والباب ديفليكشن. وزي ما احنا شايفين ان العلاقتين متماثلين تماما، وده بيبين لي مدى سهوله واهميه استخدام النوع ده من الريومتر. ونفس الشيء لو وقعنا العلاقه ما بين الفيسكاستي وبين الشير ريت او الفيسكاستي والار بي ام، ابص الاقي الاثنين بلوت متماثلين تماما. ازاي بقى بعمل التست ده وبحصل على القرايات دي؟ الاول بجيب عينه من الطفله نظيفه تماما وبملى بيها الكوبايه لغايه العلامه. بنزل الروتر لغايه العلامه اللي موجوده عليه، واخلي بالي ما تجاوزش العلامه دي لان ممكن ده يكسر الباب اللي جوه. بسجل درجة الحرارة، وأخد في اعتباري إن بالنسبة للستاندرد كونفيجريشن المفروض درجة الحرارة بتاعة التست ده ما تزيدش عن 200 فهرنهايت. ابتدي أدور الروتور بالسرعات اللي أنا عايزها، ببتدي بال 600 وبعدين ال 300 وبعدين ال 200 وال 100 وال 6 وأخيرا ال 3. في كل مرة بستنى لغاية ما الدايل ريدنج تثبت وأسجل. بعد كده بسجل القرايات بالصورة اللي قدامنا، كل ار بي ام او كل سبيد وقصتها الدايل ريدنج، ومنساش اسجل التمبريتشر اللي اتعمل عندها التست. الدايل ريدنجز اللي انا سجلتها دي هي بعد كده اللي هتستخدم في حساب الريولوجيكال بارامترز المختلفة على حسب الموديل اللي أنا هستخدمه، وهي اللي بيتعمل منها البلوتس اللي بتبين لي السلوك بتاع السائل ده أثناء الحركة. وطبعا الحاجات دي إن شاء الله هنتكلم عنها فيما بعد. إن شاء الله في المرات اللي جاية هنعرف إزاي نستفيد من القرايات اللي إحنا حصلنا عليها، سواء في الحكم على سلوك الطفلة أثناء الحركة من حيث الثيننج أو الثيكنينج، وإزاي نحسب الريولوجيكال بارامترز المختلفة وبصفة خاصة البي في والواي بي اللي هم أقدم ريولوجيكال بارامترز.